وللمزيد حول بدء العمل على مسودة الدستور السوري الجديد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك معنا أستاذ باسل. أهلا ومرحبا. أهلا بك أستاذ باسل. من جديد، يعني عادت كما تعلم في جنيف أعمال اللجنة الدستورية لصياغة الدستور برعاية أممية. بداية، لماذا توقفت اللجنة واجتماعاتها أصلا، ولماذا عادت الآن؟ لمشاهديكم الكرام، هي اللجنة كانت سبق وتوقفت نتيجة تعنت النظام عندما لم يوافق النظام على الإجراءات أو الآليات المتعلقة بعمل اللجنة، وأراد وطرح استبدالها بآليات أخرى تركز على تصنيف المعارضين أو تركز على كتابة وثيقة اسمها وثيقة ثوابت وطنية وأشياء أخرى. أمام هذا التعنت، وكان واضحا أن النظام يريد تمرير مرحلة الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية لديه، انسحب وفد النظام ووفد المعارضة، وأعلن المبعوث الأممي في وقتها جيل بيترسون أن المفاوضات بين الطرفين متأزمة، وبالتالي تم تعليق عمل اللجنة. نعم، يعني هناك من يرى أن الأمم المتحدة تريد فرض صيغة بعينها على الدستور المنتظر تبتعد بالمجتمع السوري عن ثوابته. إلى أي مدى ترى أن ذلك ممكنا بعد الثورة السورية؟ يعني هو هذه الرؤية تأتي من واقع حال أن هناك دساتير مقترحة ووثائق مقترحة بخصوص الدستور تم الكشف عنها، بعضها وثائق روسية، بعضها وثائق أمريكية، بعضها وثائق أممية، بعضها وثائق مقدمة من منظمات وجهات غير سورية، وكل هذه الوثائق تحاول أن تأقلم أو تقولب الوضع في سوريا وكأنها دولة من دول الغربية، بمعنى أنها تصون قوانين أو تشريعات أو مبادئ لا تنص مثلا على الاعتبار المعتاد للدين، لا تنص على دين رئيس الدولة، لا تنص على كثير من القيم والقضايا المتعلقة بهوية المواطن السوري، وبالتالي تشكل شعور لدى شريحة واسعة من الناس بأن هناك نوع من محاولة جر سوريا أو الضغط على سوريا لتتحول لشيء آخر. من الواضح أنه النظام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة قال صراحة في خطاب القسم أنه لا ينوي القبول بدستور جديد، وبالتالي أن أي تعديلات دستورية أو أي إجراءات دستورية هي في حقيقتها لن تكون أكثر من تعديلات شكلية على الدستور الحالي للدستور. نعم، يعني أستاذ باسل، كيف ترى أداء اللجنة المفاوضة على إعادة صياغة الدستور، وإلى أي مدى يعني تحقق طموحات الشعب السوري الرافض لإملاءات الغرب؟ يعني هو بالنسبة لطموحات الشعب السوري، السوريون بالأساس لم يكونوا ملتفتين لفكرة الدستور ولا زالوا غير ملتفتين لفكرة الدستور. لا يعتبر الشعب السوري أن المشكلة بالدستور أو أن الدستور هو الأولوية، بقدر ما أن استعداد النظام لإجراء إصلاحات سياسية وتغيير صلاحيات الرئاسة وإدخال والقبول بنوع من المشاركة السياسية هي المشكلة الأساسية، وهذه الأمور لا يمكن أن تحل من خلال الدستور. أما بالنسبة للجنة الدستورية بحد ذاتها، على الأقل فيما يخص طرف المعارضة، هي لجنة هي تقوم بدور فني بحت، بمعنى أنها تجتمع وفق آليات محددة وتحاول البت في مسألة كتابة الدستور وفق هذه الآلية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار، شكرا جزيلا لك.